صفاته. قال أمير المؤمنين عليه السلام: صفة المؤمن قوة في دينه، وجرأة في لينه، وإيمان في يقينه، وخوض في فقه، وبر في استقامة، وعمل في علم، ونشاط في هدى، وكيس في رفق، لا يغلبه فرجه ولا يفضحه بطنه، نفسه منه في عناء، والناس منه في إعفاء، لا يغتاب ولا يتكبر.